هذا الحشد يشمل كافة أهالي محافظة نينوى وبواقع 15,000 درجة وظيفية. هناك آلية معدة مسبقا، وعلى ضوء الأوامر الشفهية السابقة هناك لجنة برئاسة المحافظ وعضوية ممثل الأمن أمن الإقليم، وكذلك ممثل البيشمركة وممثل وزارة الدفاع وممثل الأمن الوطني. خلال الأيام القادمة سوف يتم مباشرة العمل على تطويع أبناء عشائر محافظة نينوى وفق الآلية المتبعة وبأسرع ما يمكن لغرض الاستعداد والمشاركة بعملية تحرير نينوى. والواجبات المكلف بها هذا الحشد هو حفظ الأمن والنظام والحفاظ على أن لا يكون هناك انفلات أمني في المناطق المحررة. هذا الحشد يعمل من أهالي نينوى حصرا من كافة القوميات والأطياف والديانات. نينوى تسع كل أهلها، هذا الحشد لا يستثنى أحد منهم، ومسؤوليتنا تجاه نينوى لا يستثنى أحد منهم. الجميع مسؤولين عن نينوى وعن أهلها الخيرين، تزامنا مع انتصارات جيشنا الباسل والقوات الأمنية في محافظة الأنبار بعد تحرير قضاء الفلوجة، ومن ثم محافظة صلاح الدين تحرير تلول الباج اتجاه الشرقاط واتجاه القيارة والوحدات الإدارية العائدة لمحافظة نينوى، المحافظة الوحيدة اللي بقت هي نينوى. سوف يكون هناك إجماع دولي ومحلي لغرض تحرير محافظتنا العزيزة. ما يخص الحشد أترك الحديث للسيد العميد لويس ليتم بشكل مختصر شرح آلية تطويع أبناء عشائر نينوى. هذه أكو تنسيق وفتح قنوات دبلوماسية بين حكومة أنقرة وحكومة بغداد، الطرفين حوارهم جيد وراح يصلون الحل والحفاظ على العلاقة التركية العراقية وتطويرها. ماكو قوات متحالفة مع حزب العمال، وأعتقد مجلس المحافظة أصدر قرار بشأن الحزب العمال البككي. ومن خلال هذا الشعار حصلت الموافقات الرسمية بارتباط هذا الحشد العشائري لمحافظة نينوى بهيئة الحشد الشعبي في بغداد من ناحية الإدارة والمالية، ومرتبطة بقيادة العمليات المشتركة من ناحية الحركات. القيادة المسؤولة لقيادة هذا الحشد موجودة في قيادة عمليات نينوى، وراح تكون إحدى القطاعات المساهمة والمشاركة الفعلية بتنفيذ الأوامر التي تصدر من قيادة العمليات المشتركة في بغداد وحسب متطلبات المعركة. نحن منظومة أمنية ومنظومة قتالية في نفس الوقت. هذه المنظومة تحتاج إلى قاعدة بيانات الآلية. هناك استمارة تطوع سوف تطلق من قبل اللجنة المشكلة في محافظة نينوى وبرئاسة السيد المحافظ رئيس اللجنة الأمنية وباقي أعضاء اللجنة. يكون عمل اللجنة عمل تضامني، ويتحمل مسؤولية من ناحية الإنجاح لا سمح الله أي مسببات أخرى.